لم تسلم الساحات والميادين في مصر من الدماء التي أريقت على الرغم من دعوات الابتعاد عن العنف. مواجهات واشتباكات في عدد من المناطق ميزت التحركات في ساعات النهار، وما لبثت أن اتسع نطاقها في المساء بعد انتهاء كلمة مرسي، حيث اشتعلت الساحات التي تضم المعارضين بالهتافات الرافضة وترجم الاحتقان بمواجهات بين المؤيدين والمعارضين في محيط جامعة القاهرة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة عدد كبير من الجرحى. وقد اتهم أمين عام حزب الحرية والعدالة عمر زكي السلطات الأمنية بعدم حماية المدافعين عن الشرعية. ليس الأمر بالسذاجة اللي تخلي أنصار الشرعية المعتصمين في جامعة القاهرة وفي ربع العدوية دون أي نوع من أنواع الحماية. ليس غريبا أن ينقض عليهم من يعني مين ينقض عليهم ويقول منهم 21 زي ما حصل. مين يعني غير أنصار النظام القديم والسياسيين الذين أوجدوا طريقا للعنف. في رابع العدوية تأكيد على حق مرسي في إنهاء ولايته الشرعية. الجيش ما كانش ليه لازم الوقت يدخل في الحياة أصلا تاني جوه البلد ويعمل عليه بياني ولا الدنيا، عاوز الناس تموت بعض أصلا. حركة تمرد وفي رد فعل سريع على خطاب مرسي اتهمته بتهديد شعبه. وقال القيادي في هذه الحركة محمد عبد العزيز: نعتبر أنه لم يعد رئيسا لمصر وندعو الشعب للاحتشاد في الميادين اعتبارا من عصر الأربعاء. ووصف المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة كلمة مرسي بأنها إعلان حرب أهلية لأنها تجاهلت مطالب المعارضة له للاستقالة. أما المجلس العسكري الذي يدرس كلمة الرئيس مرسي فأشار في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأنه على استعداد لبذل الدماء دفاعا عن الشعب.